صادات الدفاعية، برنامج تدريب أنشطة طائرات الهليكوبتر. عينات من البرامج التدريبية للقوات الجوية، برنامج تدريب القفز المظلي، برنامج تدريب أنشطة طائرات الهليكوبتر، برنامج تدريب عمليات بحث وإنقاذ الطيار، برنامج تدريب عمليات السفن بواسطة طائرات الهليكوبتر، تدريب صيانة الطائرة المقاتلة، تدريب نوع الطائرة، تدريب طياري الطائرات المقاتلة، تدريب صيانة طائرات الهليكوبتر، تدريب طياري طائرات الهليكوبتر، تدريب عمليات طائرات الهليكوبتر، الحرب الإلكترونية، تدريب طياري المركبات الجوية بدون طيار، التدريب على الصواريخ المضادة للطائرات والدفاع الجوي. قم بزيارة موقعنا الإلكتروني لمراجعة عينات حزمنا التدريبية المخصصة للقوات الجوية. لا تقتصر حزمنا التدريبية للقوات الجوية على ما ذكر، ولكن يمكن أيضاً إنشاء مجموعات تدريبية حول الموضوعات المطلوبة. برنامج تدريب أنشطة طائرات الهليكوبتر. غاية التدريب هو ضمان أقصى فائدة من طائرات الهليكوبتر في الساحات القتالية كالنقل، نقل الأفراد والبضائع والمعدات، ونقل المرضى والجرحى وما إلى ذلك، ومهام الاستطلاع والمراقبة والدعم الجوي القريب من خلال تعلم كل من طاقم الطائرة والأفراد المنقولين الميزات الفنية لطائرة الهليكوبتر واستخدام الأسلحة والمعدات الفنية عليها على أعلى مستوى نظرياً وعملياً. طائرات هليكوبتر عسكرية يتم تصنيعها لأغراض مختلفة، مثل طائرات هليكوبتر هجومية، طائرات هليكوبتر استطلاعية وكشفية، طائرات هليكوبتر متعددة المهام، طائرات هليكوبتر إسعافية. مواضيع التدريب: إجراءات الصعود والنزول بكامل التجهيزات والأسلحة على متن طائرة الهليكوبتر، تقنيات القفز بالمظلات من طائرة الهليكوبتر، إجراءات تحميل وتفريغ الإمدادات إلى طائرة الهليكوبتر، تحميل ونقل وتفريغ الأسلحة الثقيلة المعلقة بطائرات الهليكوبتر، إجراءات تحميل الأحمال والمواد على طائرة الهليكوبتر أو إنزالها أو إلقائها، إجراءات نقل المرضى والجرحى بطائرة الهليكوبتر، تقنيات الاستطلاع والكشف بواسطة طائرات الهليكوبتر. أنواع عمليات طائرات الهليكوبتر: عملية القوات المحمولة جواً، وهي عملية النقل التي تتم عن طريق الإنزال، حيث يتم استخدام عدد كبير من طائرات الهليكوبتر في الحالات التي يكون فيها نقل مجموعات القوات الخاصة ومجموعات السات والساس ومغاوير المشاة والدرك ووحدات المشاة ومشاة الدرك والبحرية عن طريق البر والسكك الحديدية والبحر غير مناسب، أو عندما يكون هناك حاجة للانتقال السريع من مكان إلى آخر عن طريق المركبات الجوية. مهام النزول والصعود من طائرة هليكوبتر باستخدام الحبل السريع: هي عملية الهبوط على قمة صخرية شديدة الانحدار أو خلف خطوط العدو أو خلف ساتر طبيعي أو على سطح مبنى أو على سطح سفينة وما شابه. عمليات المظلات: وهي عملية نقل القوات إلى منطقة العمليات بواسطة طائرات الهليكوبتر، ولكن النزول يكون بالمظلات على شكل مجموعات. عندما تصل طائرة الهليكوبتر إلى منطقة العمليات، تنزل الفرق التي على متنها من ارتفاع شاهق عن طريق القفز بالمظلات. عمليات الدعم الجوي القريب: من واجبها دعم عمليات القوات على الأرض، الدفاع والهجوم والحصار وما شابه بالنار. عمليات الاستطلاع والكشف: يساهم في استكمال احتياجات الاستطلاع والكشف بعيدة المدى بواسطة طائرات الاستطلاع والكشف من أجل سد النقص الاستخباراتي المحدود لتحركات قوات العدو وحالته على عمق الجبهة. مهام الإمداد والنقل والإخلاء الصحي: يمكن تلبية احتياجات الخطوط الأمامية الملاصقة لخط الجبهة مع العدو أو وحدات الاحتياط لغرض توفير الغذاء العاجل والذخيرة والمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية وما إلى ذلك، ونقل الأسلحة الخفيفة أو الثقيلة، وحتى نقل المصابين بأمراض خطيرة والجرحى. الكفاءات المطلوبة في المشاركين: بالنسبة لطياري طائرات الهليكوبتر،
يجب أن يكون قد أكمل بنجاح الخدمة العسكرية الأساسية والتدريب القتالي الفردي الخاص وإطلاق النار بالأسلحة الفردية. يجب أن يكون قد أكمل بنجاح دورات الطيران الأساسية والمتقدمة لطائرة الهليكوبتر والطيران أثناء الليل. الأفراد المحمولين جواً: يجب أن تكون المجموعات والوحدات التي سيتم نقلها بطائرة هليكوبتر قد أكملت بنجاح التدريبات العسكرية الأساسية والتدريب القتالي الفردي الخاص وإطلاق النار باستخدام أسلحة فردية والتي تتطلبها فروع هذه الوحدات. يجب أن تكون المجموعات والوحدات القتالية والقوات التي سيتم نقلها قد أكملت بنجاح تدريب القوات والتدريبات التي تتطلبها وحداتها وتدريب الطاقم على الأسلحة المستخدمة وإطلاق النار القتالي. يجب أن يكون عناصر وحدات الإمداد واللوجستيات قد أكملوا مهامهم التي تتطلبها واجباتهم بنجاح في جميع الأحوال الجوية والظروف الصعبة لمواد الإمداد الضرورية. المهارات التي سيتم اكتسابها بنهاية التدريب: القدرة على إطلاق النار على الأهداف الجوية والقوات الأرضية، الدعم الجوي القريب من الأسلحة الثقيلة التي تثبت على طائرات الهليكوبتر، القدرة على إجراء تقنيات الهبوط والإقلاع على أرض غير مستوية وشديدة الانحدار أو على متن سفينة في ظل ظروف طارئة أو خطرة، القدرة على إجراء تقنيات الاستطلاع والكشف الجوي وإجراءات إعطاء التقارير، القدرة على إجراء نظام التواصل داخل طائرة الهليكوبتر والاتصالات اللاسلكية مع الوحدات العليا والمجاورة، القدرة على إجراء الصعود والإنزال لنقل الأفراد والبضائع بطائرة الهليكوبتر، القدرة على إجراء نقل وإخلاء المرضى والجرحى بواسطة طائرات الهليكوبتر. تكتسب المجموعات والوحدات القتالية التي سيتم نقلها الخبرة من خلال إكمال تدريبات العمليات المشتركة بين القوات البرية الجوية البحرية وتمارين الرماية بنجاح. يكتسب عناصر وحدة الإمداد واللوجستيات الخبرة في طرق تحميل وتفريغ الأسلحة والمركبات الحربية التي سيتم نقلها على متن طائرة الهليكوبتر. يكتسب فرق الإخلاء الطبي المعرفة والقدرة والخبرة في إخلاء المصابين بإصابات خطيرة من ساحة المعركة إلى المستشفيات الميدانية المتنقلة خلف الجبهة أو إلى المستشفيات داخل البلاد. مدة الدورة: يتكون مما مجموعه 3 أسابيع من التدريب، منه أسبوع تدريب نظري وأسبوعان من التدريب العملي. من يمكنه الانضمام إلى دوراتنا؟ جميع خدماتنا التدريبية والاستشارية مخصصة للقوات المسلحة وتشكيلات قوى الأمن الداخلي في البلدان الصديقة والحليفة. لا يمكن المشاركة في تدريباتنا بشكل فردي.